لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ذكر ابن جرير وغيره القراءتين في قوله إنه من عبادنا المخلصين، القراءة الأخرى المخلصين. كان المخرج من هذه الفتنة هو الاستعاذة والالتجاء إلى الله سبحانه وتحقيق الإخلاص على القراءة بكسر اللام المخلصين. الإخلاص فعل العباد، يكون اسم فاعل، فإرادة وجه الله وحده وابتغاء ما عنده من أعظم أسباب صرف السوء والفحشاء عن العبد. وهذا مع الاستعاذة التي هي أولا شهود لتدبير الله للكون وما فيه، وأنه الملك الذي يحمي من يشاء ممن شاء ومما شاء. ثم هي لجوء إليه، لأن الاستعاذة إنما يعود ويحتمي بالقوي العزيز، وأن أمره نافذ، وأنه إذا حماه فلن يستطيع أحد أن يضره. الاستعاذة شهود أولا لتدبير الله للكون، ثم هي لجوء إليه وفرار إليه وطلب الحماية منه، فهي من الاستعانة به عز وجل والتوكل عليه. فبالإخلاص يحقق العبد إياك نعبد، وبالاستعاذة يحقق العبد وإياك نستعين، لأنه عاذ بالله، احتمى بالله، فجعل الله له فرجا. عند ذلك يهديه الله الصراط المستقيم. على القراءة الأخرى المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصهم الله لعبادته، فالمعنيان متلازمان، لأن تخليص الله لهم إنما هو ليحققوا عبادته وهي الإخلاص. على قراءة المخلصين يكون الشهود لفضل الله ومنته والأصل، فهي في معنى وإياك نستعين. على قراءة المخلصين يكون شهود إفراد الله بالإخلاص وتوحيد العبادة هو الأصل، فهي في معنى إياك نعبد، وكلا الأمرين ضروري ولازم للعبد، وهما متلازمان.
فلا يحصل إخلاص إلا بتوفيق منه عز وجل وإعانة، ولا تحصل الإعانة من الله، ولا تحصل الإعانة من الله إلا لعبد توجه إلى الله بقصده وأراد وجهه، وهو الأول والآخر سبحانه وبحمده، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكلا القراءتين صحيح متواتر نزل بهما الوحي، ليعلم العباد ضرورة الإخلاص لله عز وجل والاستعانة به واللجأ إليه في أمر القلوب وتصحيح العمل. إنما تملأ الشهوات القلب إذا خلا من إرادة وجه الله ومحبته والإخلاص له، أو إذا خلا من الاستعانة بالله واللجوء إليه. أما إذا امتلأ قلب العبد بالإخلاص والاستعانة فإنه يطرد الشهوات المحرمة، ويمده الله عز وجل بتوفيقه وحفظه، ويصرف عنه السوء وشر خلقه وشر نفسه وشيطانه، ويدحر عنه جيوش الظلام والفساد، فلا تجد إليه مدخلا. إنما تتمكن هذه الجيوش من الدخول إلى القلوب الخاوية من عبادة الله ومحبته، فحب الله عز وجل وإرادة وجهه هو الدواء الشافي من هذا المرض العضال الذي يملأ المجتمعات ويدمر القلوب والإرادات، ويؤدي إلى انتشار الفواحش والمنكرات. وليحذر الشباب على أنفسهم من محاولات التبرير والاعتذار بأن الشهوات هي التي تفرض نفسها، وأن الحلال سبله قد ضاقت. فيوسف عليه السلام كان في نفس الظروف. احذر أن يقول لك الشيطان إنه نبي وأنت لست بنبي. فالله لم يعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من النبيين، بل قال إنه من عبادنا المخلصين. فهي إذن لكل مخلص لله سبحانه، وليس في الخروج عن هذه الصفة الإخلاص إلا الوقوع في شباك الشيطان. وروايته قال عز وجل: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هي فيها نفس القراءتين أيضا. فليس هناك إلا طريقان: الإخلاص، وفيه يصرف الله عن العبد السوء والفحشاء، والطريق الآخر إغواء إبليس والوقوع في السوء والفحشاء عياذا بالله من ذلك. فاختر لنفسك أحد الطريقين تصل إلى أحد المصيرين. وأمر آخر أرشد إليه القرآن: إذا استحضره العبد سهل عليه ترك الذنوب، ترك الفاحشة ومقدماتها، وهي تذكر حقوق المخلوقين التي تنتهك بفعل الفاحشة. قال: إنه لا يفلح الظالمون. والرب هنا بمعنى السيد، وكان هذا في شريعتهم
وقد ورد النهي الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يقل أحدكم اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي ولا وغلامي. فهذا اللفظ حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. هذا اللفظ مكروه في شرعنا اللي هو ربي، وإنما استعمله يوسف على ما جرت به لغتهم ولم يكن منهيا عنه في شرعهم. والغرض المقصود أن يوسف عليه السلام ذكر نفسه والمرأة بحق زوجها، وأن الإحسان يقتضي الإحسان، وأن مقابلة الإحسان بالإساءة ظلم، وأن الفاحشة من الظلم والخيانة. الحق أن هذه المسألة من أعظم الأدوية لهذا الداء لو استحضره العبد، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم استعماله للشاب الذي استأذنه في الزنا، فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا ما الصحابة قالوا للرجل الشاب اللي جاي يقول ائذن لي في الزنا: توقف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنه. فدنا منه قريبا فجلس. قال صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والذي جعلني. قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال: فتحبه لابنتك؟ قال: لا والله كذلك. فقال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. فقال: ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال: فتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس. ولا الناس قال والنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لعمتهم. قال: فتحبه لخالتك؟ قال: لا والذي قال: لا والله لا جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. هذا الحديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني. فإذا علم الذي يقدم على الفاحشة ومقدماتها أن عليه بعد حق الله حقا للمخلوقين من أهل المرأة، من أب وأم وأخ وزوج وابن وأقارب يتضررون، أعظم الضرر من هذه الفعلة، وأنه لا سبيل للتحلل منها غالبا، فأنه يمتنع من فعل الفاحشة ومقدمتها. يعني هو حيروح يطلب من الزوج أو الأم أو الابن أو الأب أو الأخ المسامحة في أنه زنى بقريبتهم، لن يفعل ذلك ولا يشرع ذلك. فسيبقى هذا الحق عند الله عز وجل يرده للمظلوم من الظالم الذي ارتكب الفاحشة يوم القيامة.
نقول فالزنا وإن كان اعتداء على حق إن هو في الأصل هو في الحق وإن كان في الأصل أنه حق لله، إلا أنه يتضمن أيضا حقوق المخلوقين المذكورين، ورضا المرأة لا يسقط حقهم بحال، فهو ظلم وعدوان عليهم. حتى ولو رضيت، فإذا كانت مغتصبة كانت الجريمة أفظع وأفظع والعياذ بالله. وهذا من أعظم الزواجر عن ارتكاب هذه الفواحش لمن كان في قلبه الإيمان بالله واليوم الآخر، يعلم أنه موقوف بين يدي الله غدا للحساب، ويقف خصومه الذين ظلمهم في أرضهم يأخذون من حسناتهم من حسناته حتى يرضوا، وما الظن في غيظ من انتهك عرضه، هل يبقي من حسنات خصمه شيئا؟ نسأل الله العافية. وأمر ثالث في هذه الآيات في هذه الآية، وهو شهود عدم الفلاح، عدم فلاح الزاني، لن يفلح في شيء، إنه لا يفلح الظالمون. فمن يرتكب الفاحشة ومقدماتها لا يفلح، هذه عقوبة إلهية في الدنيا والآخرة، يتولاها سبحانه وتعالى بقضائه وقدره بين العباد. حتى لو لم يلتزم شرعنا في إقامة الحدود والحقوق وضيعوها، فالظالمون ومنهم الزنات والزواني لا يفلحون ولا ينجحون في مقاصدهم، ويبوؤون بالفشل في أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم. ولذلك يحرص أعداء الإسلام على نشر الفواحش بين المسلمين ليسهل الطريق عليهم في هزيمة المحسنين في هزيمة المسلمين. فهزيمة الأمة أمام شهواتها مقدمة لهزيمتها في معارك القتال. ولقد جرب المسلمون عبر التاريخ أثر انتشار الفواحش في مجتمعاتهم في تسلط العدو عليهم، والعكس بالعكس، فانتشار العفة والطهارة من أسباب النصر والتمكين. ولننتبه إلى أن آية التمكين هي في سورة النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هي ولدت في سورة النور التي فيها ضبط العلاقة بين الرجال والنساء، فالفرد والأمة معلق صلاحهم على تجنب الظلم والفواحش. نسأل الله أن يجنبنا وأمتنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.